في إطار فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، أحيا الفنان محمد محسن حفلة في اليوم 12 من أيام مهرجان القلعة، والذي غنى مجموعة من المؤلفات التراثية لفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسى، منها قوم يا مصري، أهو ده اللي صار، والبحر بيضحك ليه، بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية، منها لو يطول الليل وحضنك حياة. مهرجان القلعة ده حاجة جميلة جدا، أنا بفخر وبعتز بيها، من أوائل المهرجانات اللي أنا كانت بداية مسيرتي غنيت فيه، كان من أول 2013 لغاية السنة دي كل سنة ببقى حريص إن أنا أكون متواجد فيه. مهرجان جميل جدا، بنشوف أهلنا وبنشوف ناسنا وبنشوف أعداد كبيرة جدا بيحضروا المهرجان، وبتبقى فرصة إن الواحد يغني أغاني جديدة، نجرب أفكار جديدة، بتبقى فرصة إن أنا أشوف رد فعل الجمهور من الأغاني الجديدة اللي إحنا بنعملها أول بأول، وبنشوف ردود أفعالهم، وإن شاء الله يعني الحفلة النهاردة تعجب كل الناس. وكان قد افتتح الحفل الأول من اليوم فريق سبيد أوف هارتس على مسرح المحكة، والذي تضمنت فقراتهم مختارات من أعمال موسيقى الجاز العالمية الشهيرة. دورة 29 دي طبعا دورة لها ذكرى كويسة لينا، ان احنا رجعنا نعيد مرة تاني مهرجان القلعة اللي وقف السنة اللي فاتت بسبب جائحة كورونا، وطبعا كان السنة دي يعني حاجة مفرحة جدا وحاجة سعيدة جدا بالنسبة لنا في الأوبرا وبالنسبة لنا في وزارة الثقافة، وطبعا بنشكر معالي الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها لينا في إعادة مهرجان القلعة مرة تاني، وطبعا بنشكر كل المسؤولين في الدولة على الموضوع ده، لأن بجد المهرجان بيسعدنا أسر كتيرة جدا وبيسعد ناس كتيرة جدا. جو جميل وحاجة لطيفة، ومش عايز أقول لك يعني حاجة جميلة، يعني بدل ما أخرج أروح أي مشوار بعيد خطوتين هنا جنبي قريبين قريبين جدا يعني، وكفايه انها بتبقى سهره جميله والناس تتفرج وننبسط، وجميل يعني جميل جدا ورائع، وانا سعيده ان في مكان في بلدنا يعني مكان اثري بيتعمل له الدعايه دي، ويبقى فيه كمان بيتحول لمركز ثقافي، يعني هو كده بنربط ما بين السياحه والثقافه، فده شيء رائع جدا طبعا. وهكذا مرت 12 يوما من عمر الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تضمنت ألوان إبداعية متنوعة وحضرها الآلاف في مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، والذي عكس استجابة الجيل الجديد لانتقاء وتذوق المواد الإبداعية الجادة والراقية. يسرى سياج، صباح البلد.